تيشيرت من عندة لغاني. مرحبا بكم اليوم في سوق القرب المجمع الحسني في إطار التغطية ديال ارتفاع ديال الأسعار ديال المواد الأساسية ومن ضمنهم البطاطا. فبزاف ديال العوامل اللي كان هو استفسار حول غلاء البطاطا، فهو الا كان برأينا المتواضع بصفتنا كرئيس فيدرالية ديال اسواق القرب الاحتكاك ديالنا مع تجار الجمله وتجار التقسيط، فاللي نحب نقول لكم هو بان كاين بزاف ديال العوامل اللي خلات هذه ماده البطاطا تغلى، من ضمنهم هو قله المنتوج، يعني العرض قليل، وملي كيكون العرض قليل كيرتفع الثمن. البطاطا اليوم كاينه من 10 درهم الى حتى 13 درهم، وهذا راه غير معقول، من العيب ومن العار. بزاف ديال العوامل كيف ما قلنا، من ضمنهم الغلاء ديال الكوميسيون، الغلاء ديال النسبه اللي كتاخذها الجماعه في سوق الجمله اللي هي 7.4%، فهذا اغلى سوق الجمله في المغرب، هذا كيزيد الطينه بالله. فيما يخر هذا الخضار اللي كيبيع سلعه بالتقسيط، عنده الصندوق اللي هو صندوق هذه الكوربه اللي كتسمى كوربه، فهو كيكريها درهم ديالها، درهم للموتور اللي كيجيبها، درهم للموتور اللي كيديها، زائد المازوت، زائد الميكا، زائد وزائد، هذو بزاف ديال العوامل اللي كيخليو هاد المواد هادو ترتفع. والضمه الكبرى هو بلي ان الاراضي المخصصه لزراعه البطاطس السنوات الاخيره فهي قلت بزاف، والتجأت من زراعه الافوكا بواحد الشكل عشوائي غير منظم، فبزاف ديال الاراضي اللي هي في المناطق ديال العرائش، العوامره، مولاي بوسلهام، المناطق اللي كتزرع البطاطا فهي الاراضي ديالها بدات كتقل وكتدخل في بلاصتها ماده اللي هي من فاكهه الافوكا، حتى من الحواميد اللي هو البرتقال او الكلامانتين بحال اللي كنسميوها حنا في الشمال، فهي حتى هي كنلاحظوا الاثمنه ديالها مرتفعه وما كتنزلش، وهذا دليل على ان بما شافته العين ديالنا بان بزاف ديال الفيرمات، بزاف ديال الضيعات فلاحيه اللي هما حولوا المنتوج ديالهم ديال الحواميد الى منتوجات ديال الافوكا، الشجر بالدارجه نقولوها الشجر على قدو بكماله كامل كيحيد وكيرجع في بلاصتو الافوكا، الاراضي ديال البطاطا تحولت الى الافوكا، وهذا ما ادى الى العرض قله العرض كيرتفع الثمن. فما يمكنش اننا نجيبوا قوانين ودوانات وقرارات وقوانين اللي هي كتخدم الشعب وكتخدم المواطنين من دول اوروبيه وما نجيبوش حتى الاثمنه ديالهم. دابا الاثمنه تبارك الله ما شاء الله، حنا عندنا الاثمنه كتنافس او كتقارن راسها مع الاثمنه اللي كاين في اسبانيا، في فرنسا، في الدول الاوروبيه، فاحنا تقريبا الاثمنه ديالنا بحالنا بحالهم.